طيب خلاص ماشي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه وتعالى بذكره تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. وأذنبت ذنوبي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار. نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الذي انتقل إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين في أيام طيبة مباركة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جئنا جميعا لكي نشارك عائلات أبو حسن بسكرتو في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. وخير تكريم إخوة الإيمان والإسلام هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. سنعيش إخوة الإيمان والإسلام مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وسليل المدرسة الشحاتية في تلاوة القرآن الكريم لأنه بيت مولانا الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه
الذي يتدلى فيه غصنان، غصن لفضيلة القاري شيخ أنور، وأيضا غصن لفضيلة القاري شيخ محمود. في هذا اللقاء القرآني ما أجمل أن يسمع القرآن من أهله. هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نتدبر آيات رب العالمين، لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. أمير النغم وفن تجويد القرآن الكريم، ونجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم، مع فضيلة القارئ شيخ محمود الشحاب محمد عمر. ادعوا الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. عليه الصلاة والسلام. يا هادي يا رب،
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا وَلَوْ عَلَيْهِمُ الْبَابُ
عايزين نسمع مولانا، عايزين نسمع. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. الله أكبر، مفيش غير، مفيش غير يا عمين. الله يفتح عليك يا مولانا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله الله الله، الله يفتح عليك مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. Oh,
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. الله أكبر. إيه يا عم الحرام دي يا عم؟ انت عم الحاج قول فاذا دخلتم فانكم وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم على الله فتوكلوا وعلى الله Oh.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة قال رب إني لا أملك إلا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا
إني أخاف
اكبر. الله 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 يكرمك يا مولانا. نعم يا مولانا نعم. الله يفتح عليك يا مولانا. كمان يا مولانا كمان. إني أخاف الله رب العالمين. الله تعالى. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء من الروح.
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة من روائع المصحف المجود عند رب العالمين، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، القارئ المجيد في تلاوته، سفير من سفراء القرآن الكريم، واعد اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، ونقيب القراء للشباب، قراء الشباب، وهذا العلم القرآني الذي تخرج من بيت القرآن الكريم، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد عمر، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم فاهتزت منها القلوب ولانت لها الجلود ودمعت منها العيون، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم وينقل لكم عبر احدث صيحة في عالم الصوتيات بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية تحت قيادة الاستاذ محي عطية، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة الحاج وهبة البشنيني المقيم بالبشنين مركز السنبلاويه، ويتلألأ المكان بأنوار الحاج شحت ايمان المقيم بالسنبلاويه محافظة البقاهلية، وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم اولاد دياب
المقيم بإيكوا تحت قيادة المتر محمد حسن دياب. هذا اللقاء القرآني أتقدم باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني نيابة عن إدارة الشباب والرياضة الذين يتقدمون إلى الأستاذ بهاء محمد حسن، ونيابة العاملين بالإدارة الزراعية الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى الأستاذ نشأت محمد حسن، ونيابة عن قطاع الضرائب العامة بمحافظة الشرقية ومركز ديار بنجم الذين يتقدمون إلى الأستاذ ناصر ناجي والأستاذ محمد رمضان، ونيابة عن الطب البيطري إلى الأستاذ رشاد فوزي وعائلات أبو حسن جميعا تذكرتوا يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، يا من بدنياه انشغل وقره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نيابة عن العاملين بالأوقاف ونيابة عن التفتيش العام بمديرية أوقاف الشرقية وكل من حضر من السادة العلماء الذين يقدموا واجب العزاء سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. استراحة قليلة ثم بعض لحظات نعاود اللقاء ولكن مع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة طيبة في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك.